شفنا بهدتنا هني يقول لك خليني اطلقني الله يرحم بابا خليني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله
شوفي كلمي لي لالا قولها تجيد لك لي ظهري راه شويه وجعني. لالا لالا تكلمي سيدي. واش بك؟ ظهري راه وجعني اختي، ظهري وجعني. لا شويه تحت شويه. لا. ايوه زيدي هودي شويه تحت، زيدي شويه. لا ايوه تما هذاكت صح. مانيش نوجعك. لا هذاك الراحه راهي نزلت عليا مليحه. ايوه بدات الراحه شويه تنزل علينا. ايوه شتي كيفاه. اي صح خلاص يا ربي. فرغي لي فنجان القهوة. ديري شوية الزبدة بالكسرة. بسم الله. شو القهوة؟ راي قهوة بالحليب. صبرك هكاك وخري الكب على الميدة وخري. بعدي حطي منا باش ما يهبطش. سيدي الله كيلو قبيح. سيدي يا سيدي سيدي سيدي. عيب كبير هذا سيدي، عيب كبير. الطفل اللي راك مربيه ما بغاش يحشم سيدي. ما بغاش يتنهى. ايه ما بغاش يحشم. نعم ما بغاش يحشم. ربي يهديه ربي يهديه. ايه كل صباح يجي يتخمر لي عند باب داري. المرأة إلا خرجت من تياقة تنشر ولا تنفض يقابلها ويكحل عوينة عليها. يعنيها سيدي مش عيب هذا؟ لازمك تربيها سيدي، وإذا ما قدرتش تربيه حنا نربوه. اسمع يا ذاك الراجل زين. نعم. هذه سوسة ربيتها أنا مش طفل. من اللي كبر وأنا معاه في المشاكل. بس احنا نعطيك كلمة شريفة. قدام بني عمك هنا انا اللي غادي نستكنف به وردوا في مضرب. بارك الله فيك. اسمح لي سيدي اسمح لي. هيا قدامي سيدي الهابي. تربحوا اسمحوا لنا. اسمح لي سيدي. صار درتها وجيت خزنت هنايا. جيت هنايا خزنت ياك بعد اللي درتها جيت خزنت هنا. فوت قدامي فوت. ادرك عليا فوت عليا فوت عليا فوت عليا. ها وراسك. فوت عليا وراسك. فوت عليا. ما تحشمش انت. ما تحشمش على روحك. خلاص عقلي خرجتو لي يا سيدي. كل يوم شكوات عليا، كل يوم عليا شكوات. خلاص شد الفاتح هدي الدراري يقراو ودهم الحان وتحله. لا
المثقال ذرة شر يراه صدق الله العظيم. صباح الخير حاج عيسى. صباح الخير الحاج موسى. هلا حاج عيسى، ناضت لي دملة في المضرب الشين. تكذب، الموضع الشين هو وجهك. وين ما راني نشوف فيه والو. تضحك على المخلوق ولا على اللي خلقه؟ هيداري ما تدفع معينيك بدي واسوق وصل هالدار. سبحان الله العظيم، خي عبادي يا خي، ما كفاش المشكله اللي دايرها لي راه في خمس دقائق. راح داك الزمان وناسو، وجات الزمان فاسو، وكل من يتكلم بالحق كسروا له راسو. صاحبي هي اللي قادرة تقتلني مشينا.
نص برا في الصباطة. عاودي دوك نكمل ونسمر على الماء. كليت يا؟ اه كليت. اما لا زيد كول. ها هاني كليت. وانا هاني سمرت علي. اسمع لو كان تدخل ديم بالتالات الى طلقت المرأة. هيا صح نشوفو هاس. هيا العب. هاك دوك. هاني كليت. هاي. واحد، جوج، ثلاثة. هاني ضمت طلق المرأة. هودي هو قلتها غير هاك. ايه انت اللي قلتها. وما كاش لي يضحك ولا؟ ايه ونطلق المرأة على جال الضامة. انت اللي قلتها. هودي هذه غير الأولى يا زيدو الثانية. هاي صح نعاودو. صادق للوالدين في خاطر ربي. صادق للوالدين في خاطر ربي. صادق للوالدين في خاطر ربي. راني كل يوم نشوف فيك رايح وجاي. راه على بالي بيك، على بالي بالبنت اللي تحبها. إلا قبل تكون بين يدك بصح شرط روح عند سيدي جيب كتان كيما هذا. صادق للوالدين في خطر ربي. صادق للوالدين في خطر ربي. وين راكم المؤمنين؟ صادق للوالدين في خطر ربي. الله ينوبه. صادق للوالدين في خطر ربي. وين راكم المؤمنين؟ الله ينوب. اعطينا خبيزه انا نفتح عليك. ما عنديش. اعطيني شويه درهم شي خبيزه. ما كانش. اعطيني شويه ما والله لا راني نموت. ما عندي لا ما انا دراهم. حالتكم راهي تشف اكثر من حالتي. علاش ما تخرجوا تطلبوا علاش ولا تحشمتوا؟ ويلي منين؟ انت يا تاجر بحالنا. السلام ورحمة الله. بسم الله. هذه السلعة. هيا قدور هيا قدور هز روحك هيا هيا ارحم والديك. هاكا سي موسى. اه صح. اسمح لي الحاج موسى البدلة. عاوني انت. سوف وصل هذا المخزن. ايوه ايوه ما زلت في عمى عينيك. هذا ذيب ما يسرح بالنعجه. روح روح ارحم والديك. ادي الخشب انت سي عيسى وصلهم للدار. هندرك مقبالي. اوه استر الله هذا حرام. القران يقول يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤدين عليهن من جلابيبهن. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. التوصيف حرام. آه يا واحد الذياب يا اللي ما يعرفهمش يقول نخلي ولادي ونروح للحج. صار التوصيف حرام. هذا وين تعرفوا حرام. Thank you.
لا لا جاب الخشب جديد بين سد الزربيه بوكو راجي ومي باباك جاب هذا الخشب حنا ما عندنا وين نديروهم ها يا وي دخل مره واحده اخرى لهاد العتبه غير كسرت لها راسها كيف هذا نقعد اقعدي كيف هذا نقعد صبري يا بنيتي كل ما نحب نتكلم تقولي لي صوتي صبري ورا الحقوق تاعنا يا مراه هو حقهم عند العبد احنا حقنا عند ربي حقنا عند ربي راكي تشوفي ما عندنا حتى راكي تشوفي حقنا عند ربي راكم مضرورين يا ما طران شو خصكم اخي قلنا لك سكتي ركبوا وخدموا به لا كان من يركبها مرق لي خشب 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 ريحي في مرق لي خشب ريحي في مرق لي خشب مرق لي خشب عليا خليه تم راني نقول لك خليه تم خرج الخشب قلت خليه تم خرج الخشب عليا سكت عليا ولا دوك نعطيك طريح راهم في ثلاثه عندهم الحق دير في بالك يا جايح باللي 100 مره ما يلحقوش قدام الرجل طز هيا اذهب عليا حيلة فيكم انت المراه وين طاحت في تحت قدم راجلها يا الشيطان ضرب في خاطركم كلكم خمصوصين وجيعانين ومضيومين غي انا ونحذركم يا خوك راه غابلنا لا انت جيتينا معايا لا جينا معاك لا جينا معاك شفت انت واحد عنده السلال يسيب التمر وما ياكلوش تم وين صبتني مهلوك من كثره التمر طاح في دروسي كون درتو كيما انا دروسي عندي الكل كان جيتي جابك سعدي كان قعدتي مرتي عندي انا ما خويا كي راك راني شويه مسكين كاش ما صورت؟ ما صورت ولا تل انا ما صورت ولا تل انا وحكتني شوف نجربوا طلبه انا وياك تخدعني شوف تخدعني اللي صوروا نتقاسموا هيا هيا يلا حسين يلا هيا انا نقودك يا ولادي في خاطر ربي والوالدين يا ولاد سيدي قال الوالدين في خاطر ربي يا ولاد سيدي قال الوالدين في خاطر ربي يا ولادي بحق الوالدين يا ولاد سيدي قال الوالدين في خاطر ربي يا ولادي بسبب الهولة يا عفيف نعم مازالك تبع الغزالات هضر مع سيادك ولا حشمتو من تبع الغزال ايه اي ميلال ما تعرف مساعدتكم لان الفقير ما عنده حتى مشكل ادعي لسيادك ادعي لهم الله يفتح عليك قسموا بيناتكم ارجع لي حقي ارجع لي يقول لك ارجع لك خاطر امك اسنس انا نقول لك ها سيدي ها ويا خاطر امك عطاونا كاغر لا 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 انا ما انا سمعت ابدني شو سمعت قال لك العمى ما خليتك العمى ما خوتك لا يعطاك ورقه وقال لك خاطر امك انا نقول لك ما تحلمش العمى ما قلت لك يا سيدي خاطر ها كاغر تقولها هاك خدعتني ربي هو اللي خلص ياه علاه تخدعني علاه علاه ربي ما كاش
السلامة بسيدك. بسم الله بسم الله يا فتح يا رزاق. بسم الله تفضل. يا ربي يا بركة الوالدين. مع السلامة. واش راي الحالة؟ لاباس؟ لاباس. راكي بخير؟ راني. راكي زهرة اليوم يا. راكي زهرة. تفضل سيدي. صح بسم الله. كل حلوة سيدي. صح. نتاي نشرب. ياه. نحو الحلوة نظرة في عينيك هذيك هي الحلوة انت. ولو يدير لنا الدهب راه يجي دخل هنا الحب يجنن. ظلك الكركرة وجيب عليك حتى رجليك من شعرها. اركسب 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 اركسب. رجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المصيبة. مشي من عويد ويجي درك. صبات صبات صبات. الباب لها مغلوق. بنت خالتي. واش بيها؟ مرت سيدي وضربها راجلها طردها جات تخبى عندي. مسكينة راح تقعد؟ وانت ما تخلي لي لا قهوة ما تشري لا لاتاي ما تخلي ماكلة وش نعطيها تاكل انا وش نعطي لها؟ من المقبل وهي قاعدة هكذا مش عيب؟ وانا شي باغي ندير لها؟ حرام جيب لي. مشي دار هذيك. وين؟ رايح للدار. لا والله ما راك رايحه حتى تشرب حاجه
ومع رجلي. هذا قال الله دروك مع رجلك وقت. والله ما يلاح قاتل. ها واش حاسب ان بلاد الناس لعب ولا كيفه؟ مرا بالحامل عند شهرها تضربها قاعده كطب. والله ما يلاح قاتل. ها حاسب بلاد الناس لعب ولا كيفه؟ مرا على ود شهرها بالحامل تقيسها برا تضربها قاعده كضرب وجناحها قاعده لهنا. واش عن بالك؟ ها واش كاين؟ خالتي اللي ضربها قاعده كتضرب بالحبل المسكينه ولا حقها حب تجي معاها درك ما تجيش. ماهيش جايه ماهيش جايه كاع. اردمي هيا اردمي هاك حطيهم لي. سيدي مرتك صغيره نعم وراها بالحمل نعم لازم تكون شويه ظريف من جهتها. يا ودي يا راجل زين الانسان يبدا يبقى يصبر يصبر والله الله الحد هذا هو لا الله انا علو الشيطان انا علو الشيطان ورجعوا لدويرة. لا انا الله تشرب شويه قزوز. لا لا صح راني تل هنا ما عندها كاع من يفوت القزوز. هاي صح عائشه هاي طيلة هاي طيلة تمشي معها. ماهيش جايه هاي طيلة قلت لك يا ودي روحوا انا اللي حقها حتى الباب الدار. روح روح يزول عليها زعاف ونجيبها. صح صح يكثر خيركم ما يكون غير خير. مرة على مرة خليها تجي تزورنا تونس عايشة. أودي على حسن ما شافت عيني أنا اليوم مرتك تستاهل كل خير. الله يسلمك. سمعت يا أخي الخصلة في عدوك إيه؟ سبقها وهمد والعقل ما يشد للناس حسيفة. القاصد الملاح يعرف من يقصد واللي رقبه شاوره المعرفة من قرينك هكا. الله يعطيك الصحة. سليت شوف سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عشرا. لاباس الحمد لله. والله لاباس. وش بها المريضة؟ العين ما عندي بول. عين الحساد. ورا الزيارة. ويسر منهم. ورا الزيارة. ها. الشفاء عليها إن شاء الله. اللهم آمين. الشفاء. اللهم آمين. الشفاء يا ربي. أرواح المريضة. الله يا سيدي عبدتكم عبنيتي. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله. الله يا سيدي عبد. أنا في الله في حماة بنيتي فيها. الشفاء. Thank you.
بالشفاء عليها مفهوم بالشفاء ان شاء الله بالشفاء ربي بالشفاء ان شاء الله اللهم امين الحمد لله الحمد لله يا رب بالشفاء ان شاء الله بالشفاء بالشفاء عليها ان شاء الله بالشفاء بالشفاء you
ديري هاد الشيطان وانو ما تحشمش اطفو البهايم وما طلعتوهمش. رضات الوالدين في سبيل الله. اولادي الله يشافي المرضى، زيارتكم مقبوله ان شاء الله. الله يشافي المرضى، الله يجيب الشفاء، الله يجيب الشفاء ان شاء الله. عند الطالب الله يجيب الشفاء ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش بها؟ قال الله سبحانه عز وجل: والذين يرفضون ازواجهم فلهم نار في جهنم والذين يرضون فلهم جنه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هيا بنيتي فاطمه ريحوا. السلام عليكم. سيدي الحقني ناكل العقلام ولا لا؟ ما خويا زرده راهي حداك. في اجل الحم الحم كلها طالب والطالب مع الحاج كلها خلنا. هاكي شويه ريحه.
مطراني 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 كتبادي برد مطراني كتبي برد مطراني أمي غيتي أمي وش صاري لي أمي أمي غبنتيني أمي غبنتيني دي ماشي حياتي أمي هذي حياة الكلاب يا أمي هذي حياة الكلاب يا أمي يا أمي من قعد يا أمي دي ماشي معيشة يا أمي يا أمي غيتي من قعد مطراني ما نجمش ما نجمش أيد ما نجمش ما نحالي ما نجمش ما نجمش مش حياة ما نجمش يا أمّا الكلب وش دير فينا يا أمّا يا أمّا حمار ما دير فينا يا أمّا يا أمّا طلع له الشنع صبروا راجل يا أمّا يا أمّا ما نجمش الروح يا أمّا غيتي ما نجمش ما نجمش يا دم مش حياة يا أمّا ما عنديش الظهر يا أمّا ولادي ولادي ما نقدرش قلت لي روح هكذا في بالك ولادي جاوني في الطريق يا أمّا ما نقدرش ما نقدر والله اروح تشوف نفسها هيا تشوف والله ما تمسها واش تراني نسمع واش تراني نشوف والله العظيم ما تمسها اليوم ندير لها ما دار ولا الطبل في جنابه والله العظيم ما تمسها يا الشيطان يا الشيطان ها وراسك بانكم الشيطان بانكم بلي الله ينعل الشيطان يا الله هني في القرية والله راه الناس قاعدة يشوفوا يا والله قاعدة راهم يشوفوا الناس نعز الشيطان والله ما تخير وحده على راسها والله وراسك هاولا انتم ما داكي لا تخير وراسك وحده على وراسك اي امه امه ما تخافش ربي سيدي سيدي جاوا الرجاله تاع الصباح ها هو زاد الهم على خوه دروك زاد الهم على خوه جناو عليا اجناو عليا لك دمه شوفك خليني في حالي خليني في حالي وخرني وخر معها يا نخي يا كل مره يا قدور يا قدور اخرج اخرج يا كيف واش كاين كيف واش كاين هادي مرتي اللي نوفي الصبعه هو يصدب علينا عيب كبير هذا زين احب يقتلني المراه سيدي خرجالي خرجالي يشرب له دمه اليوم اسمع يا سي قويدر العاجل مقضى صوالح وميزان الخفيف مرتب الراي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب غادي يتبع الزعاف وتعمل به غلطه اللي توعد نادم عليها طول حياتك واش حاسب حنا عندنا النيف هذا مش مديرو خلونا هذا وانا نحلف لك وراس الملح اللي كلينا في رحمه غير عاقبته والمعاقبه تاعو تشتهي اليوم نزوجه به حول الله ان شاء الله اليوم ونسى يلا الربع راهم ثلاثه كون هي اللي بدات على كلمه فات على روحي اللي سنعلو بليس اللي فات على كلمه فات على روحي هيا نعلو بليس هيا 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 واش ما الطريق اللي تسلكني انا الطريق اللي تسلكني ما صبت تا الطريق اللي تسلكني مع هذا الانسان ما صبتش الطريق اللي تسلكني ها هي انا الطريق اللي تسلكني اليوم نربطك ايوا جيب يدك نربطك ايوا هذا ما يسلكني معك اتمشى ايوا المشاكل كثروا عليا المشاكل من المشاكل طلع لي الدم للدماغ نتاعي راه فاير طلع لي الدم راه فاير الدماغ نتاعي اسمعوا نتوما اللي تدنى وتطلقه من الرباط راهي حرمه وانا حلفت حلفت للرجاله باللي اليوم نزوجه كيما كان الحال نزوجه ابداو توجدوا وجدوا خملوا صوالحكم ابداو تفتلوا اليوم نزوجه ان شاء الله ناكو على ربطك بزوجني اليوم أبي زوجك مالك ولا هربتك مش ما نهربش باش ما تهربش ما مسلطيك تخطط ربعا عليك فرحان الله
السلام عليكم سيدي. السلام عليكم. عباد الله راني لقيت هذا الخير قدام باب الجامع وما رانيش عارف اش كاين العمامه حليت واسيد هاك واسيدي. بسم الله بارك الله فيك صحيح. المهم اللي رطيح برا. بارك الله فيك صحيح. الله سبحان الله العظيم وبحمده الكريم. عباد الله أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. راكم تشوفوا في هذا الإنسان الحالة تاع كراهية ديالها وشوفوا ما سخفش وجاب الأمانة هذه ما سخفش عليها ولكن هذا هو الإسلام يوصينا كما هكذا. ربي كافيه. هذه يومين ما كليتش يا سيدي والله ما كليت من كثرة الجوع اللي فيها السلوى اللي باغي يطيح. أشوفوا سيدي أشوفوا. عباد الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم وأموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. راكم تشوف هذا السيد كمسكين كراه داير حالته لحالة ماذا بينها نعينوه بسم الله في سبيل الله. الله يكثر خيرك سيدي. بسم الله بسم الله. الله يخلف عليك الله يخلف عليك. الله يكثر خيرك سيدي الله يكثر خيرك سيدي. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول غفور رحيم أوليدي من بعد تخلف الوقت تاعك. استغفر الله. الله أكبر. الله أكبر. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يقبل الناس. الله يقبل الناس. إنسان كيصلي ويقرب عليه ربي ورحمة من عند سيدي ربي الحاج عيسى رحمة من عند سيدي ربي الحمد لله. السلام عليكم عباد الله. السلام عليكم. توخفت خالتي توخفت أما الناس راحت لي طحت لي هنا قدام الجامع يرحم والديكم مجمع اللي لقاه يردها لي في ميزي يا سيد الفقيه رزقك حلالي راه جابوا واحد الإنسان مؤمن وعطاه للشيخ الإمام وسيد هذا راه موجود معنا هنا في المسجد. راه موجود الامانه ولكن اعطينا الوصاف تاعو حك باش داير الامانه هذه. شكاره كحله صغيره فيها سبع مسايس ذهب مربوطين بخيط ازرق وزوج ناس الدبلون مربوطين بخيط خضر وزوج خوات. صحيح. ها هي الامانه تاعك تربح. يرحم والديك يعطيكم الصحه الله ينوركم مازالوا جو الخير. قوا على خير. شافي من دار الخير يا سيدي. بسم الله يا ربي. بسم الله يا رب. يا سيدي. هيا قد همي. بزاف يا سيدي بزاف. هاك. الله 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 الله. هاكي. وهذا واش يا سيدي على اساس سيدي وهذا واش كرسي كبير ها هاي روح حتى ما صار الله روح
الله ينعم بها خدمة معك. صدق للوالدين في خاطر ربي، صدق للوالدين في خاطر ربي. ما غير زواج اللي نزوجو يا سي عيسى، وراني حالف راني لازم بنسايا للربعة. إلا كان ما زوجتوش، وعليكم السلام ورحمة الله، إلا كان ما زوجتوشي راهم يحرموا سايا للربعة. العرس حنا نقوموا به. بصح المصيبة الكبيرة كيفاش نديرو بالمرأة؟ أودي يا سي عيسى نسى ما كاش كاين نسى، إلا ما صبنا وحدة بكرة نصيبوا طفلة فاني اللي تقوم بينا إن شاء الله تكون هجالة. واش بيه؟ علاش راك باغي تتزوج قدور؟ يسخسوا البغل شكون باباك؟ قولهم خالي العود. نجمة شكون بابا ورا موليه شكون انا؟ صابني سيدي مرمي قدام باب الحانوت رباني مبالي كلش. على هادي قبلت نزوج. وراك عارف مع من غادي يزوجوك؟ تمنى تشبه لك. خير ليلى. مسك بالخير. ها كلفني سيدي باش نتوزر على قدور. ياه. جيت نديه. ها الطريق. فوت. أينو؟ غادي تروح معايا. شوف، أنا جبت لك الحساب. هات مشي قدام. قدور ما تجيب لناش المشاكل مع سيدي، فهمت؟ واو الحسن وما تكترش بالك تحرك. ها يا اهل البيت. مرحبا سيدي، زارتنا بركه. ما يسلمك. اتفضل. ايه فكرتني في دوك الايام كي كنت على ديداني. يا ودي ما زلت تشوطي البارود يا زبيده. البارود حتى شلاغ من ادولي خير ما شقاك. اللي شقاني يا زبيده راني هنا.
خير؟ عندي واحد الوليد بغيت نزوجه اليوم، وعدت الناس باللي اليوم في هذا النهار زوجه، راني مربيه. ايه وجيتك كاش ما دبري لي على امرأة. يا حسرة، هذيك المنا ما فاتت، اللي هجرت هجرت، واللي راحت راحت، واللي ماتت ماتت، واللي زوجت زوجت، يوم يقعد في الواد غير حجاره، وانا قعدت غير انا وحجيراتي. هي هذه مصيبة. سنة سيدي، سيدي سنة طيب القهوة. الله يخلف زبيدة، انا اذا ما زوجت الولد اليوم انسايا للربعة راهم حارمين، وراهم يستنوا فيا الحاج عيسى والحاج موسى راهم برا. حاج عيسى وحاج موسى وهادي وقتاش حجوا؟ حجوا بالكلمة. يوسف يوسف هيا نحن على يوسف. يوسف هربت؟ ربطوك الحقارين ها؟ حبوا يزوجوني اليوم. يوسف يوسف أعطني شيء أحسن. باش تقوي نفسك. ها كشرب، رد بالك رد بالك تبهدل سيدك. لازمني نهجر بلاد الشر، يجي النهار والجبل هذا كل يردمكم. وانا علاه؟ وش بك بنتي؟ هذا راجلك، هذا راجلك يا وحبيتي تتمي ولادك ولا؟ راني مغبونه، راني جيعانه، راني عريانه، وحنا غير صابرين وغير اللي يزيد اللي يزيد اللي يزيد. ولا بوت سعفي انتي مرتو شحال من سنه وانتي معاه وانتي الكبيره وكوني عاقله. انا اختك عينا صابري هو غير زايد لقدام. سادة تجيب لنا الخشب قال لنا سدو عرفاش انا جاب لنا الخشب، جاب لنا بغى يجيب لنا مراه يزوج علينا. حنا جيعانين وحنا جبنا زوج كيلو بطاطا من السوق للسوق وحنا غير صابرين هو غير زايد. هبت ما انتي راكي هكا، لو كان عينو يجيب لكم مراه ما يجيب لكمش الخشب، يجيب لكم مراه. راجلي وانا نعرفك. بغى يدير كيما الحاج موسى ربعه تاع نسا، راه معول يزوج علينا هذيك باينه. دين الاسلام حل الاربعه نسا تحبي ولا تكرهي، بصح الا يقدر عليهم في القران هذه محطوطه نقدروا نديروا والو. هذه اش تهي على هذه الهضره؟ هذا هم كبير ديته على خويا وراكي تشوفي في الهم. ما درنا عليه والو وراكي كاليه وشاده وما حد يقول لك على ديك البعلينه، على ديك البعلينه جيني درتو فينا حاله حنا لينا عايشين معاه. شوفي انت يا روحي جيبي هذوك الخشب بداي تخدمي. ها وين نديرو؟ وانتم روحوا معايا اليوم العرس نتاع قدور، هيا نتموا هذا العرس ومن الغدوه ربي كبير. هاي فرات
يندموا عليها. ربي كبيرة. نحكي لك واحد الحكاية. كان واحد السلطان السفاح عنده رجل عايبة عينه عورة، وطلب من جميع الرسامين يرسموا له صورته، بصح جميع من اللي رسموا تقطع راسه. حتى واحد النهار جا واحد الفنان من بلاد بعيدة رسمو، والسلطان كافاه. اللي عارف خير منهم. هذا الفنان تصور السلطان في الصيد، مركز على رجله العايبة هذه، وغمض له عينه العورة ويرمي في السهم. شوف هكذا غطى عيوب السلطان. وهادو هادو بني كلبون حبوني نكون انا هكذا. موت ارحم ما في الارض يرحموك ما في السماء. وش جابك هكا بنتي على بهدلتينا عليه؟ انا كشفت في هذا قدام الناس انا بنتي عليه، ورا الوجه اللي نقابلوا به الغش يا بنتي ورا. اش بيها هادي؟ ما حبتش الراجل اللي زوجوها لي. لو كانت تحب تزوج بيها. راك مهبول؟ ما ايش عاتق؟ فيها والو. راك مخروط انت. أديانا أديانا أديان بيهم لالي أديانا أديان حابد بدميري شروطكم عشاق ليكم مكسوف بيهم لا لا هاديان يا هاديان قلت شيم ولا محقور ويا تغير لا يزيدوشي أنا وانتم الحباب اثنين كانت فيا غابرانا ودارت عالكم وجهي عن درق عالكم تنساوني قد يا هيا نهضنا. اي تشفين درك منا حمد عينك. لا جا كي تخمي. لا مش نخمي. تخمي على العروسة؟ معلوم هذا المراه الراجل رقبه مي ما راح يجيب عليك تخمي انت يعني. مش تحبي ان شاء الله؟ لا لا تحياك ما صبتهمش. ما صبتيهمش. الساعه كملت؟ كملت. شدك
لا لا تكلمي. إذا وجد الطعام وصلوه لدار الحاج موسى. وعلى هذا الشيء وعلاه؟ في الحق عرسنا يفوت عندنا. هذه هي قضية الرجال، أنتم ما تبعوني. قضية الرجال. السلام عليكم. سلام، قربوا. إذا ما شوف العروسة قبل راجلها ارحم والديك تربحي لا يسهل أرى الفاتحة راك سيدي صحة يلا بسم الله you
ذنوبنا وتفتح لنا أبواب الجنة يا ربي. جعلها مرة صالحة مطيعة نعمر الدار بالولاد إن شاء الله. مش بيك مقلق تلفت الصلاة؟ كيف تلفت لك الصلاة؟ الناس راهي مقابلة يا صاحبي. قمجها قمجها يا واحد الجاية هادي تبهدي لي هادي. رسول الله اسمك انت؟ قولي قولي شكون مالك؟ انا نعرفهم قاع هنا. لك حشمان شوفي كنا صغار كنا نلعبوا قدام الواد كنت نشوف البنات ونقول شكون هادي فيهم اللي راح تولي مرتي كي نكبروا درك. باتوا الليلة هنا؟ ما نجمتش. أي خرج البرا الثاني. صاحبي كل راجل شوف غادي نوري لك غادي انا ندير العروسه وانت العريس نوري لك. هيا توما هيا طيروا من هيا طيروا ساعه طيروا هيا مالك يا صاحبي هذا شرفك واش راك باغي تركع لك ولا لا؟ اما لما تدخل ما تبقاش تحكي لها في حياتك وكاع في الدخله يا صاحبي سبعه فهمت؟ فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ اما لا هيا كنت تسمعي فيهم هكا حبيتي تبهدليني كنت تسمعي تضحكوا هكا حشمانة اني حشمان كتر منك اتكلمي العقونة ولا ما حبيتيش تزوجي بيا ما كيش حبك تزوجتي بيا وش حسب روحك اتكلمي وش حسب روحك انا راجل انا شوفي والله نحلف والله والله ما تهدريش والله غنضربك والله غنضربك والله ما تهدريش والله غنضربك فهمتي والله غنضربك
الدعوة خسرت نوضه. شهدوا عليا يا عباد الله، الزمت بنسايا باه نزوجه اليوم، راني وفيت العهد. ما تحشموش، ما قال الشلافة ليس منا. هذا الهضر.